ميزة جميلة برضو في موبايل S22 Ultra، هي طبعا موجودة في موبايلات من قبل كده بس أنا حبيت أقولها لكم. أنت بتسحب كده بالإيدج من جنب، في عندك أول خاصية القائمة دي، بتجيب اللي هو المربع ده، مجرد ما بتعمله بيجي لك إن أنت ممكن تختار تصغر أو تكبر، تعمل سكرين شوت للشيء اللي أنت عامله، تعمله دان، ولو تعمله دان بتبدأ من أنت ممكن تعمله شير أو تعمل لها داونلود او تكتب على الشيء اللي انت عم خدت له سكرين شوت، او بتكتب بقى بالايد او بتكست زي ما تحب. الاوبشن التاني نسحب برضو كده، ده دايرة، التانية كانت مربع دي دايرة، بتختار برضو الشيء اللي انت عايز تعمل عليه فوكس معين وبتبدأ تعمل له برضو، لو قلت له دن نفس الاوبشن برضو ان انت تعمل له شير او تنزله عندك على الجهاز. الاوبشن التالت اللي هو الانيميشن، انت مجرد ما بتضغط عليه كده وبتبدا تضغط على كلمه ريكورد الموجوده قدامكم دي يا جماعه، ان هو لو انت عندك اي مقطع فيديو بيصوره زي ملفات الجيف، بيصوره للكواليتي اللي انت عايزها في الستاندرد وفي الهاي كواليتي، ودي من الحاجات الجميله جدا ان انت بتصور مقطع بس طبعا بيكون مقطع من غير صوت. فالاوبشن الرابع اللي هو البين تو سكرين، وده من اجمل الحاجات اللي موجوده في القائمه دي، على اساس لو انت مثلا فرضا كاتب كل رقم موبايل او حاجه وعايز تكتبه في، يعني عايز تتصل بيه او كده، انت مجرد بتضغط على كلمه بين تو سكرين فاوريدي بتفضل الصفحه دي ثابته عندك، لو انت كاتب فيها رقم كاتب فيها حاجه عشان ما تنساهوش، وتبدا مثلا تفتح الدايلر اهو وتبدا تتصل او تعمل اللي انت عايزه عن طريق الارقام دي او عن طريق الشاشه دي، فهي ثابتة معاك اهي زي ما انت عايز، عايز تخزنها موجودة، عايز تصغرها برضو موجودة، عايز تشيلها طبعا بتشيلها عادي. طبعا عشان تجيب القايمة دي انت مجرد ما بتسحب كده الايدج من الجنب، في عندك ترس صغير تحت اهو بتضغط عليه، اول ما بتعمل اهو في ترس صغير بتضغط عليه وتبدأ تختار القوائم اللي انت عايزها في الايدج، ومن ضمنها اللي هو تاني خيار هنا اللي هو سمارت سيلكت، هو ده اللي في الاوبشن. في عندكم كنترول سنتر برضو، ده اللي هو ممكن تتحكم في من خفض الصوت او رفع الصوت او الاضاءة او اي حاجة تحكم موجود برضو، طبعا بتختار زي ما انت شايف كده، بتشيل بس مجرد بتشيل السهم من فوق زي الكالندر مثلا كده، اهو بتشيل السهم تفعله او تلغيه بيتفعل عندك. عندك برضو بيبو اللي هو بتختار اسماء معينة انت عايزها تكون موجودة عندك في الايدج، الطقس مثلا، معلومات هنا عندك، هنا معلومات البوصلة دي جميلة برضو جدا لو احنا هنا فعلناها اهو مثلا وعايزين نجربها، ده بتديك هنا اوبشن ان انت بتختار هنا البوصلة، او كان في برضو اللي هو بتختار الفلاش لايت ان هو تعمله زي كشاف، في عندك ده برضو لقياس المسافات، في عندك هنا المسطرة بتختار المسطرة لو انت عايز تقيس حاجة، فجميلة جدا لو انتوا حابين تجربوها. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب.